يوم حالتها مؤسفة جدا كابتن خالد، تمت في معسكر منتخب مصر قبل السفر الى طبعا مباراة غينيا المقبلة، هو الحدث المؤسف. الناس كلها بتستعد لكأس الأمم الأوروبية وما نشهده في كأس الأمم الأوروبية، وهذه الحادثة المؤسفة بين محمد زيدان وأحمد الشناوي حادثة يعني لا تعليق لهذا الموضوع، يعني مش عارف أقول إيه بصراحة. زيدان كان عنده مشاكل كثيرة يعني أيام حادثة بورسعيد والاحتفال، وصبت الصحافة جام غضبها على هذا اللاعب محمد زيدان، ورجع هو يعني تحدث بعض الشيء. لكن عودة زيدان مرة أخرى والحديث مع الشناوي، الشناوي لاعب صغير مع المنتخب الأولمبي، مهما كان يعني ألفاظ نابية يقول يقال إنها ألفاظ نابية يعني كانت لأحمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الأولمبي، هو صغير السن عنده أقل من 21 سنة. محمد زيدان لاعب كبير ولاعب حاجة دولي كبير، بيلعب في منتخب مصر والكبير، وأيضا لعب في الدوري الألماني، الاثنين من مدينة واحدة، مدينة بورسعيد. أنا مش عارف أقول إيه. أنا بصراحة أنكم لا تدخل من المدير الفني، ولا ما فيش تدخل مدير فني أو المدرب العام أو مدير الكرة، يعني ما أنا ما مش عارف. يعني ده في الطبيعي جدا يتم ممكن تكون بعيدة عنهم، أنا ما أعرفش، بس لازم يكون المدير الفني واقف يعني. أولا زيدان صعب جدا إنه لاعب بإمكانياته بحجمه باسمه الكبير جدا كلاعب محترف على الساحة الأوروبية، صعب جدا ينزل للمستوى دوت أو يتعامل بشكل مع لاعب صغير السن. ثانيا لاعب صغير السن اذا كان هناك احترام ومبدا في المنتخب المصري وقميص المنتخب المصري ووضعيه المنتخب المصري، لازم الاحترام للاعيب الكبير زي محمد زيدان. لكن في اعتقادي الشخصي لو انا المدير الفني، حتى لو هكسبوني كاس العالم، لو انا ضياء السيد، انا ماشي الاثنين، ارحل الاثنين، لان اسم مصر مش سهل جدا، التلاعب باسم مصر مش سهل. انا شايف الفتره الاخيره في حاله عصيان كبير جدا على باب برادلي من مجموعه لعيبه معينه. لعيبه كبار ما بتشاركش يا كابتن. اللي بيحصل النهارده وشايفينه ده انفلات بشكل سيء دون اي تعقيب او تدخل من اي فرد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، يعني امر سيء جدا، ولابد من محاسبه الكل. الكل المخطئ اذا كان زيدان والشناوي، نفس الموضوع الجهاز الفني لازم يكون له دور. اذا كان باب برادلي كمدير فني محترف تعاقب على لاعبين كبار جدا على الساحه الامريكيه، نفس الموضوع ده السيد، وكمان زكي عبد الفتاح كمدرب او متحدث رسمي باسم المنتخب المصري. شيء محزن كابتن خالد لما يكون لاعب كبير بحجم محمد زيدان ونتكلم على كاس الامم الاوروبيه والدول اللي بتشارك كاس الامم الاوروبيه والاحتراف في كاس الامم الاوروبيه، ونشاهد هذا المنظر من محمد زيدان لاعب كبير في الدوري الالماني ولاعب كبير في منتخب مصر. يعني هو مش اول حادثه من زيدان، يعني حصل قبل كده كتير جدا من زيدان. مش عايزين نحمل زيدان لوحده مشكله، لان المفروض يكون في ضبط ورابط، المفروض في انضباط بالنسبه للجهاز الفني. ما وصل اليه اللاعبون اذا كان اللي بيعترضوا على البقاء في دكه البدلاء للاعبين صغار السن ممكن يكون اجهز منهم فنيا ونفسيا، ما وصل اليه هذا الحد وهذا التراشق بالايدي ما بين اثنين لعيبه، واحد كبير يعد كابتن منتخب ولاعب صغير السن ممكن يكون صاعد واحد للكره المصريه. ومش حاجه مش ناوي يشرب الايام اللي فاتت يعني، ما بغض النظر حتى لو شفنا وما شفناش، مش من الصح ولا من اللائق ولا من الطبيعي ان يتم هذا في معسكر منتخب مصر. احنا داخلين على مباراه مهمه جدا وحساسه من منتخب غينيا، اذا كان اللاعبون لا يقدرون المسؤوليه فما بالك الدور بتاع الجهاز الفني. المفروض ان انا كنت اشوف حد من الجهاز الفني على الاقل، او كابتن منتخب مصر فين هو المتواجد عصام الحضري، عشان يقدر يشيل المشكله اللي موجوده ما بين زيدان وما بين محمد الشناوي. احمد الشناوي اعتقد ان ده امر سيء جدا وامر مهين للكره المصرية. عصام الحضري في الكادر يا كابتن خالد، ده واقف، ده عصام الحضري واقف، ده شريف الكرم، هتشوف عصام الحضري بعد كده واقف في الكادر. حتى مفيش حد من اللعيبه راح ولا حد خالص، يعني انا يعني اصل دي لها ادوار، دور الكابتن الفريق لو موجود جنبهم يروح على طول يفك المشكله ديت. لازم يعلم الجهاز الفني كاداري او كالناس الموجودين، باب برادلي مدير فني، لازم يكون في تدخل في الوقت بسرعه لايقاف المشكله او الشكل السيء. يعني هو الموضوع انتهى كابتن خالد، هيرجع تاني زيدان مره اخرى؟ يعني هو الموضوع انتهى هنا، انتهى كل واحد يروح مع، هيرجع تاني زيدان للشناوي؟ انا يعني انا والله انا حزين جدا، انا بنتكلم على فلوس واموال و يعني يرجع تاني زيدان للشناوي، يعني هو الموضوع انتهى عند هذا الحد، رجع زيدان مره اخرى للشناوي تاني عشان يعني بيعملوا لهم فاصل. لو انا شايف انه بيعملوا لهم فاصل، بيحطوا لهم ستاره عشان ما يجيبوش بعض. لا ده هو حاجه تدعو للحزن. يعني اذا كان ده الشكل العام لمنتخب مصر كابتن منتخب مصر محمد زيدان، انا بقول عليه كابتن، لاعب كبير حقق بطولات مع كابتن حسن شحات، ولاعب عنده امكانيات كويسه جدا زي محمد الشناوي، سيحترف ولا يحترف بكل هذه الامور يحدث اللي شايفينه ده.
كابتن لو لاحظت شفت اللاعبين ورا، اللاعبين ورا يعني في كل واحد في ترشق بالالفاظ بين زيدان ومن ما فيش حد حتى بيحوش، ما فيش ده عصام الحضري اللي هو ده عصام الحضري في الكادر يعني هي. حتى اللاعبين ما فيش حد بيحوش، لو كان زمان ايام الكابتن حسن لو كان الواضح ان هو طب جابوا لنا حد من الجهاز الفني، جابوا لنا حد من الجهاز الفني نتكلم معاه يعني، جابوا لنا حد، جابوا لنا كابتن ضياء، جابوا لنا كابتن زكي عبد الفتاح نشوف المشكله دي ايه. المفروض يعني المفروض المشكله دي وصلت لحد فين، وهل في تحقيق في الموضوع ده؟ هل يتم تحقيق من باب برادر الاثنين لاعبين؟ وهيكون في هل اتحاد الكوره ممكن يدخل في هذا الموضوع؟ ما اعتقدش ان هو طبعا يدخل. حزين من ايه؟ ان احنا دخلنا اوروبا في موضوع يعني انا شايف الموضوع سيء جدا ومسيء ويسيء لمصر. كنا لا كنا لازم نلقي هذا الضوء على هذا الموضوع كابتن خالد، نشوف اوروبا بتتكلم في ايه واحنا دلوقتي فين يعني. وانت عندك مباراه واضح احنا فين، واضح احنا فين واوروبا فين يعني. الناس بتتحدث عن كاس الامم الاوروبيه وبيهزموا في مباراه وديه بثلاثه واربعه وما فيش اي مشاكل في الفرق بينها بعضها البعض. المنظر ده انا ما كنتش بشوفه ايام الكابتن حسن شحاته يعني، لا كان زيدان بيقدر يعمل كده ولا حارس مرمى يقدر يعمل كده، كان اللعيبه تقدر تحوش في ترابط بين اللاعبين، واضح ان في انفلات داخل المنتخب المصري. قلت لك رجعت لك قلت لك في حاله عصيان جماعي موجوده من بعض اللعيبه في الوقت الحالي اعتراضا على ان هم يبقوا على دكه البدلاء للاعبين صغار السن. هي سنه الحياه كده، انت ممكن تكون كبير في السن وخلاص خلصت، في لعيبه صغار اصغر منك وافضل منك وانت على دكه البدلاء. بتحصل مع لعيب في العالم، اللعيبه اللي بتاخد ملايين 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 الدولارات يعني بيتقبلوا هذا الوضع مع مدربين كبار جدا ولهم اسم كبير على الساحه الاوروبيه. عشان كده اعتقد ان اللي بيحصل ده لابد من تحقيق من الاتحاد او لجنه تسيير الاعمال الموجوده في الاتحاد الكابتن انور صالح، وانا بعذره بصراحه لانه فعلا جه في وش المدفع في وقت صعب وحساس على الكره المصريه، الكل يتخلى عن كره القدم المصريه. واعتقد ان انور صالح والمجموعه الموجوده الله يكون في عونهم بجد، الله يكون في عونهم لانهم شايلين اكثر من طاقتهم في حاجات زي دي. هل باب برادلي يستطيع ان يستبعد كل من محمد زيدان واحمد الشناوي؟ اذا كان شايف ان محمد زيدان هو الغلطان الاصلي محمد الزيدان هو انا في ظل هذه المرحله المتواجده في منتخب مصر اذا لم يتخذ قرار فوري باستبعاد الاثنين لعيبه من تدريب منتخب مصر سيزداد الامر سوء ما بين اللعيبه بعضها. لازم يكون في قرار رادع. كابتن كره القدم لا تعترف بالعلاج، عندك لو عندك صابع متعور لازم تبتره تقطعه عشان يشيل خالص المشكله اللي فيه. فانا بقول لك ان برادلي لازم ياخد قرار بابعاد الاثنين لعيبه وعدم ارتداء قميص المنتخب المصري، لان بالنسبه لزيدان شرف ولمحمد لاحمد الشناوي شرف كبير جدا انه يلبس تيشيرت منتخب مصر. اللي عاوز يجي مش عاوز ما يجيش. بس كابتن خالد انا شايف ان الشناوي ملتزم في المنتخب الاولمبي، ملتزم في المنتخب الكبير، ما عملش مشاكل، حتى متواجد مع عصام الحضري ما كانش متواجد، مع عبد الواحد ما عملش مشاكل. يعني شايف ان هو زيدان في الفتره الاخيره كانت عليه مشاكل كثيره جدا وبرده يعني بص انا ضد ان اللاعب كبير يخطئ مع لاعب صغير او ضد ان اللاعب صغير يخطئ مع لاعب كبير. تمام. بس برضه احمد الشناوي كان عنده مشكله مع المنتخب الاولمبي، في كابتن فكري صالح اشتكى منه ان هو ما بيحضرش او كان عمل قال ان عنده حادثه ثلاث اربع ايام لما يحضر التدريب. بدا احمد الشناوي بعد ما اسمه علي بشكل كبير جدا فتره اخيره مع النادي المصري ومع المنتخب الاولمبي بدا يزيد على وضع كبير جدا ان هو كان نعم؟ لا اتفضل كمل كلامك. يعني هي عمليه بس لازم الاثنين يتخذ معهم قرار، لازم الاثنين اذا كان زيدان او احمد الشناوي. نعم. عايزين طبعا لو نقدر نجيب حد من يعني طاقم المدير الفني او الجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا عشان يعني نشوف نستوضح هذا الموضوع وقرارات المنتخب يعني هتكون ايه في خلال زيدان او الشناوي، هنشوف الموضوع ايه. يعني مشكلة كابتن المنتخب اذا كان عصام الحضري متواجد يعني مفيش يعني مش عارف اقول ايه في هذا الموقف، يعني موقف ما بين لاعب كبير زي محمد زيدان واحمد الشناوي المفروض ان هو لاعب دولي وحارس مرمى منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الكبير. مش عارف ايه اللي وصل الموضوع لحد كده، انا ما اعرفش هل في مشاكل واضح يعني زي ما انت قلت فيه ممكن يكون سنه انفلات موجوده بالنسبه للعيبه وكمان بعض اللعيبه اللي مش عاوزه تقعد على دكه البدلاء، فكل ده اثر بشكل كبير جدا على المستوى النفسي، مستوى التعامل، حته الربط ما بين اللعيبه، دور كابتن فرقه منتخب مصر اللي كان بيعمله احمد حسن او بيعمله اي لعيب تاني ممكن يكون كابتن فعلا لمنتخب مصر زي وائل جمعه من اللعيبه برضو اللي لهم دور كبير جدا. عشان كده اعتقد ان كل الامور دي تاثر في عمليه انفلات، في عمليه انفلات شايفينها على الهواء، ده مش كلامنا ده كلام الهواء او الشاشه اللي واضحه قدامنا. نعم، هناك مشاكل كثيرة يجب أن زيدان يعيد حسابات نفسه مرة أخرى بعد هناك مشاكل بعد حادثة بورسعيد والاحتفالات التي متواجدة فيها الدوري الألماني، وزي ما قلت كابتن خالد قال كده الصحافة جام غضبها كله على يعني محمد زيدان، لكن واضح أن زيدان لم يتعظ في الفترة الأخيرة طبعا ومش همه هذا الموضوع، ومشاكل مع الشناوي وعصام الحضري متواجد
في الوسط ما بين زيدان وبين الشناوي لم يحرك احد ساكنا من لاعبي منتخب مصر او كابتن منتخب مصر وايضا الجهاز الفني ما حدش متواجد. انا بشكر المصورنا طبعا احمد زين اللي التقط هذه الصور طبعا في تدريب منتخب مصر قبل السفر غدا بمشيئه الله يوم الخميس الى غينيا ولعب مباراه مهمه في تصفيات كاس العالم في مجموعه مصر وغينيا وزيمبابوي في هذه البطوله. بكره يطلع لنا حد بيقول لك معلش ده كانوا بيهزروا مع بعض. يبقى احنا كل اللي شايفينه ده مش شايفينه غلط. اه هيطلع حد بكره عندنا من الجهاز الفني يقول لك ده كانوا بيهزروا مع بعض ده هزار. نعم.